الو بونجور عادل. بونجور، خير في شيء؟ لا انا ما بحكيك الا اذا كان في مصيبه. طمنيني كيفك؟ منيحه. اي متى فيك تجي تشرفنا على العشاء؟ شو المناسبه؟ اشتقت لك وبدي اشوفك. لازم يكون في مناسبه لحتى تجي تتعشى عنا؟ لا طبعا لا، اكيد ما بدها مناسبه، انا جاهز وقت اللي بدك. الجمعه منيح؟ منيح لك. فإذا أنا بشوفك الجمعة. يلا باي. ماشي باي. ألو؟ بونجور روجيه. كيفك؟ تمام ماشي الحال. لا ابدا ما في شيء، بس بدي اعتذر يوم الجمعه ما راح اقدر اجي لعندك. لا صار عندي شيء ضروري كثير. خيره بغيره. لا انا ما راح اعتذر منها، انت اعتذر من ميرنا. خلص اوكي، وسلم لي عليها كثير. يلا باي باي. سلامتك. عزوم لعنا على العشاء؟ ايه؟ مش ما عندك خبر؟ لا ما قالت لي. شفت انه بقى عندي قرار بهالبيت، مش عملت الحساب. إذا زعجك الموضوع خلص. زعجني؟ بس هذا ببرهن لك اني كنت صادق معك لما قلت لك انه حاكمي بأمره. أنت ليش عم تعاملني وكأني أنا غريب عنكم؟ كأني صار لي شهر أو شهرين بعرفكم. ببساطة بدها تكون قررت امبارح بالليلة واليوم الصبح وحضرتك كنت نايم. ولو بتحكيك بدل ما تقول لي، بركي انا مشغول يوم الجمعه. تعشى انت وياها لوحدكم؟ شو عادل؟ شو؟ انت مشغول بكره؟ يا خيي ماني مشغول، بس عم بحكي بالمبدا. ليش ما قلت لي انا اعزمك؟ وهي بتعرف كثير منيح انه بلتقى انا وياك تقريبا كل يوم. يا عمي خلص، اذا بدك تعمل معها مشكله كرمال العزيمه انسى الموضوع. والله ما رح اعمل مشكله، بس عم بشكي لك همي. مسموح. مشكلتك انك بتشفق القلب. طيب بكره الجمعه ورح بتشوف كيف رح بتعاملني. ايش رايك؟ غازي الحمد لله منيحة. انت ماشي سهرانة هلا؟ ما إلي جلدي إظهار. طيب أعطيني ساعة لحضر حالي. باي. شو عم بخبرني عادل انه معزوم على العشاء لعنا يوم الجمعه؟ ايه نسيت اقول لك، حبيت اعزم امل وجوزها وناي، وقلت كمان بقول لعادل. جوزها لامل؟ هيدا تقيل الدم يلي مصدق حاله انه صار حكيم؟ ايه بحق له يصدق حاله لانه صار حكيم. على كل سهره وبتمرق، بس كنت بفضل تعطيني خبر قبل ما تبادري بالعزيمه لانه حرجتيني قدام عادل. غدا بدنا نضل هيك؟ شو بك كل ما بدي احكي معك كلمه بتخشي من الضحك؟ ولو معادل صاحبك من ايام المدرسه، شايفك فوق وشايفك تحت، لازم يكون عندك سبب اكبر من هيك حتى تحس بالحرج قدامه، مثل مثلا انه بيروح بيدفع عنك ديونك، مثلا بشوفك عم تضرب مرتك. بشرفك انه ما رح تنسي هالمواضيع وتسامحيني؟ ما فيي انسى، لانه دائما بخاف ما تعمل لي شيء مفاجاه.
مش أول مرة بتنيمني على حرير وبتوعيني على مصيبة. برحمة بابا ما صار لي شهر مش ماسك لا كاس ولا ورق. ايه منيح، المهم تضلك مش ماسكهم. طيب يا غادة، بكره الأيام تثبت لك إني تبت. غادة، بعدك زعلانة؟ فيني أقرأ؟ تقدري. عم تيجي مأخر لكون أنا فليت، ما هيك؟ بعترف إنه أنت كتير قوي، بس كمان بعرف إن أنت رح تموت تشوفني حتى لو من بعيد. بس حسب ما شايف أنت اللي ميتة تشوفيني من قريب. ما عم بنكر هيدا الشيء، ما عم بهرب منك وما عم بعمل حالي إنه أنا مش فارقيني معي. اسمحي لي آخذ دوش؟